راجل ذكي جدا ولعب على ان يخلي سموحه يلعبوا عكس طبيعته. ازاي؟ اول حاجه النهارده المهندس فرج عامر طلع الصبح قال ان ان سموحه، حد جيبوا لي يا جماعه البوست بتاع المهندس فرج عامر. المهندس فرج عامر على فكره الراجل دمه خفيف جدا، وراجل طبعا يعني خدم نادي سموحه بشكل كبير جدا في السنوات الاخيره، وقدر ان هو يطلع نادي من الدرجه الرابعه والدرجه الثالثه ليكون منافس قوي في الدوري الممتاز. هو هنفهم منه دلوقتي، هو داخل معانا مداخله، لكن هنفهم منه هو كان قصده ايه، لكن انا عارف هو كان قصده ايه. هو بيلعب نفسيا مع الزمالك وبيلعب نفسيا مع الحكام ومع اتحاد الكوره، مايند جيمز. سموحه اليوم امام الزمالك هيلعب بطريقه الحزام، وهذا يتطلب تشكيل جديد وتكليفات وتوظيفات جديده ووجوه جديده هتظهر اليوم في الملعب. ولاول مره وبالاخص في منتصف الشوط الثاني بشرط الفار يكون شغال بجد والحكم في قمه لياقته الفنيه يا رب التوفيق والبدنيه ويا مسهل يا رب. حاجه يعني تقرا البوست ده ممكن لو انت مش فاهم المهندس فرج عامر بيفرج بيفكر ازاي ممكن تتجنن لما تقرا في طريقه الحزام لكن انا عارف هو بيحاول ان هو يتوه مسؤولي الزمالك ان 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 يعني ما تعتمدوش على تشكيل الفرقه في الماتشات الاخيره، التشكيل هيحصل فيه تغييرات، كلها حاجات يعني ممكن تبقى رسائل متوجهه للخصم علشان تقدر تخليه ان هو يفكر في بعض الحاجات. وفي رسائل طبعا لاتحاد الكوره عن طريق ان الحكام وان في متابعه لاداء الحكام، ويا رب الحكام تبقى موفقه. هو المهندس فرج عامل بيستغل السوشيال ميديا بشكل كويس جدا عشان يقدر ان هو يحط ضغوط على اتحاد الكوره، وان هو يقدر ان هو يحاول ان هو يوجه رسائل لمنافسيه. وفي وقت من الاوقات بيستغل السوشيال ميديا ان هو يحاول ان هو يعرض لعيبته في الماركت. ساعات كده تطلع تقول يقول لك ان ايه، ان حسام حسن مثلا طبعا المهاجم بتاعه جاي له عرض ب 40 مليون جنيه. هو بيقدر يستغل الحته دي بشكل كويس جدا. شباب المهندس فرج عامل موجود معانا ولا لا؟ لسه مش موجود معانا، لكن هنرجع تاني لما المهندس فرج يكون موجود وهنتكلم معاه عشان يقول لنا رايه في مباراه النهارده. لكن تعالوا اقول لكم بقى، باتشيكو عمل مشكله تكتيكيه ومشكله فنيه لاحمد سامي النهارده بشكل كبير جدا. بشكل كبير ازاي؟ احمد سامي كل الماتشات اللي فاتت بيلعب بيسيب الاستحواذ للفريق المنافس وبيلعب على الكاونتر اتاك، وهو بنى فريقه السنه دي بالشكل ده. جاب رفيق كابو من وادي دجله، جاب عبد الكبير وادي من وادي دجله، وعنده طبعا حسام حسن، وعنده لعيبه مميزه في نص الملعب بتقدر تقطع الكره. جاب علي غزال، لكن علي غزال ربنا يشفيه جاله كورونا ان شاء الله يقوم بألف سلامه. معانا مهندس فرج عامر. باشمهندس مساء الخير. منور يا كابتن ميدو. حبيبي عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام يا كابتن حبيبي. تحت امرك. طبعا هارد لك الاول على ماتش النهارده. اشكرك. ماتش كان صعب، والزمالك الشوط الاولاني كان كويس جدا، وسموحه في الشوط الثاني مع بعض التغييرات التكتيكيه اللي عملها الكابتن احمد سامي في اخر بالذات في اخر 25 دقيقه سموحه كان افضل بشكل كبير. قول لي ايه رايك في ماتش النهارده الاول؟ مظبوط يا كابتن، كلامك تحليلك ده كلام مظبوط وانا متفق معاك تماما في الراي ده. اوكي. متفق معاك في الراي ده، بس احنا كان باين علينا الارهاق، لان احنا كنا لسه لاعبين من ثلاث ايام والزمالك كان واخد راحه اطول. صح. بس ده ما يقللش من امكانيات الفرديه بتاعت الزمالك. الزمالك عنده لعيبه عندها قدرات فرديه عاليه جدا 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 ومهارات كبيره قوي قوي، ما حدش يقدر يتكلم في كده يعني. يعني بالرغم ان الغيابات كانت فيه كتيره، لكن الناس اللي لعبت على مستوى عالي جدا من المهاره وهايلين. بس طبعا احنا لو ما كناش يعني لعبنا قبل بثلاث ايام كان ممكن نظهر بشكل صحيح. افضل، ولو كانت اللعيبه لعبت في مراكزها اللي هي اضطرت تغيرها لتعبها كنا ظهرنا بمظهر اكتر، لكن ما حدش يقدر ينكر تفوق الزمالك النهارده. ده كلام محترم جدا. بس انتوا ماشيين بشكل كويس يا باشمهندس، والكابتن احمد سامي عامل يعني فرقه محترمه وليها يعني ايدنتي، ليها هويه باينه جدا، والراجل ليه طريقه لعب واضحه. مظبوط. فان شاء الله الامور بالنسبه لكم هتظبط الفتره الجايه وانتم ماشيين كده كده كويس. عايز اعرف بقى طريقه الحزام، انت ايه موضوع طريقه الحزام؟ لا بص يا كابتن، هو كابتن احمد سامي ما قالش الحزام. بس انا لما فهمت، لما انا يعني هو يعني فهمت طريقته او هو بيفكر ازاي يلعب مع الزمالك،
حسيت ان هو هيحزم الفرقه وهيحزم اللعيبه الجامده بحيث ان ايه يعني ايه يقلل قدرتها من الحركه ويلعب في ظهر الايه الدفاع. لكن اكيد الارهاق اللي كان فيه اللاعبين واضطرارنا لناس كتيره ما تلعبش في اماكنها من وجهه نظر يعني حدت من قدرات اللاعبين. يعني هو كان يعني معتمد على عنصر السرعه، عندنا ناس سنها صغير كتير وعناصر سريعه كتيره جدا، فهو طبعا مش هيهاجم الزمالك، هيسيب الزمالك يهاجمه وهو بقى ايه يلعب على الهجمات المرتده ويحاول ايه يحد من قدرات لاعبي الزمالك ومهاراتهم. ده الفكر اللي انا كنت شايفه ان هو بيفكر فيه واللي هو عايز يعمله واللي مرن الفرقه عليه. ده على قدر يعني ملاحظتي يعني. باشمهندس انت عارف ان ممكن يبقى الزمالك ممكن ان انه يبقى انترستد او يبقى عايز حسام حسن، هل لو جه عرض كويس لحسام حسن في وسط الموسم هل سموحه عندها استعداد ان هي ممكن لو الرقم كويس ان هي تستغنى عنه، ولا حسام حسن باقي حتى نهايه الموسم؟ ان شاء الله الموسم، ما احنا لو كان جاله قبل ما نبدا الموسم كنا قدرنا يعني نحاول ان احنا نوجد مهاجم يعني يلعب في، مش هيكون في قدرات حسام حسن بس يعني يبقى عندنا حد يملى جزء من الفراغ. انما طبعا دلوقتي احنا ما عندناش حد تاني، احنا بندور على مهاجم تاني عشان طبعا يعني يلعب لا قدر الله في حاله ان حسام حسن ياخد كارت اصفر، يتعرض لاصابه خفيفه، حاجه زي كده، ما عندناش حد، هيبقى صعب قوي قوي قوي. حتى لو الرقم كويس قوي؟ لو رقم كويس قوي 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 لو رقم كويس قوي، لان انت يعني انا يعني انا عارف ان في لا في مهاجمين في الدوري المصري صحيح زي ما حضرتك بتقول مش بنفس مستوى حسام، لان حسام واحد من اللعيبه المميزه جدا، لكن النهارده النادي الزمالك ممكن ان هو يعرض رقم كويس جدا، لان الزمالك ممكن يخش له فلوس كويسه. خلاص لو الزمالك عرض رقم كويس جدا ويتناسب معانا والمدير الفني ما عندوش مانع وحسام موافق انا ما عنديش مانع. ان شاء الله. سيادتك بتقول لو انا اقدر ان انا يدخل لي فلوس كويسه قوي واشتري بجزء منها مهاجم واعد نفكر يعني. اصل هقول لسيادتك حاجه، هو بص ما فيش قرار مسبق وكل شيء قابل للمناقشه طبعا، وكل شيء قابل ان احنا ايه يحصل نوع من النقاش، وهتحكمه مصلحه الناديين ومصلحه وراي الجهاز الفني واستطلاع راي اللاعب طبعا. بس بشكرك يا باشمهندس، بشكرك، جود لك الفتره الجايه ان شاء الله. متشكر يا كابتن. يعني عرفنا من المهندس فرج طريقه الحزام، طريقه الحزام هو ان هو بيقول ان الكابتن احمد سامي كان بيتكلم معاه ان هو هيحزم وسط الملعب بشكل كويس ويلعب على الهجمات المرتده في ظهر الديفنس، لكن مش هو ده اللي حصل. اللي حصل ان باتشيكو هو اللي عمل العكس. باتشيكو هو اللي لعب على مشاكل سموحه. وعايز اوريكم لو معانا الايمجز يا شباب نتكلم.